طيب انا دلوقتي لو رجعنا لموضوعنا واللي هو الحدود، ازاي احط حدود للناس في حياتي بعقلي الواعي؟ لا، بعقل العقل الواعي ده قصة تانية. العقل الواعي ده انا بتعامل مع الناس، انا بحاول بس ايه، بعقل الواعي بحاول اتحكم او بخليه مفتاح. هو العقل الواعي هو اللي بينظم العلاقات، بينظم وبالتالي العلاقات هو اللي احنا بنحبه. يا فندم، في حاجة العلاقات دي بتتنظم ليه؟ العلاقات دي بتتنظم عشان يكون في حدود وما يكونش في اعتداءات، ويكون لواحد يبقى ليه مكانه. نحط بقى الحدود دي ازاي؟ واتقبل الاخر. اكيد صح كده. فاللي احنا بنعمله ده ان احنا بعقلنا الباطن، زي ما انا كده بالظبط طالع في التلفزيون بشرح وبقول للناس العقل الباطن ده بيشتغل ازاي، انا كده بخاطب العقل الواعي وبخاطب في نفس الوقت العقل الباطن، فهو مفتاح. العقل الواعي ده اللي احنا بنتكلم عنه ده مفتاح ل 90% من ادينا بقى يا دكتور مننا. مفتاح ان احنا نحط الحدود للناس في حياتنا. ادينا بقى انت كده المفتاح، ازاي ننظم العلاقات ونحط حدود للناس في حياتنا بخطوات بسيطه. هو ان انا بتكلم على العقل الواعي. العقل الواعي معروف القوانين بتاعتنا، ان انا اتقبل الاخر، ده رقم واحد. اذا تقبلت الاخر وبدات انظم القوانين وانظم حياتي وابدا اعيش واتعايش انا متقبل مع الناس الاخر التانية. ولكن اعرف ازاي انا احتياجاتي، واعرف ايه الحدود اللي محتاجة احطها واحطها ازاي. احتياجاتي دي بتبقى احتياجات ملحة، بتبقى انت عارفاها من نفسك بالفطرة وبالسليقة. لا، ساعات بتبقى شيء عادي بالنسبة لشخص وشيء مش عادي بالنسبة لشخص تاني، زي ما كنا لسه بنقول. لا، في احتياجات اساسية كل الناس بتشترك فيها. يعني اتنين قاعدين مع بعض وبيقولوا الفاظ مش كويسة او الفاظ تمام. مثلا خارجة. اوكي، ده وانا قاعده. لا، ما هو بالنسبه لهم انا لو قلت لهم الزموا حدودكم فدي حدودهم هم، دي نابعه من تربيتهم من بيئتهم، ولكن حدودي انا مختلفه، وبالتالي انا يا يلتزموا بحدودي يا انسحب من القعده بهدوء. انا هنا الحدود، انا ما بجبرش اللي قدامي على تصرف معين، لان ده هيرجعني ان انا هيبقى عندي احباط وغضب، لان انا بتحكم في ايه؟ بتحكم في نفسي، بمعنى ان انا هسيب القعده وامشي. بقول لهاش ما تكلمينيش بالطريقة دي، ولكن أقول لها لو كلمتيني بالطريقة دي فأنا هنسحب. يبقى أنا هنا بحط الحدود لنفسي مش للي قدامي، لأني ما أقدرش أسيطر على تصرفات اللي قدامي. احنا عايزين نفرق ما بين إيه؟ ما بين العلاقة ما بين الأفراد، والعلاقة في المجتمعات، والعلاقة في الدولة نفسها. هنا في قوانين بتنظمها الدولة. احنا دخلنا بنتكلم على العلاقات الشخصية. حضرتك لما بتقولي في حد بيقول لفظ خارج، اللفظ الخارج اللي انت بتتكلمي عنه ده بيأذيني على فكرة، بيأذيني، بس مش انا اللي باخد فيه الاكشن، اللي بتاخد فيه الاكشن الدولة، لان الدولة لا بتعتبره فعل فاضح. لا مش قصدي كده، بيأذي حضرتك، ولكن ممكن ما يأذيش شخص تاني، ممكن يكون ده هو ده اسلوب الكلام او اسلوب الهزار. وبالتالي اللي انا بتكلم فيه ازاي نحط حدود للناس. ما انا قلت لحضرتك لو هنحط حدود بالمنطق يبقى هنحط حدود قوانين، القوانين دي هتمشي على الناس ونحافظ بيها على علاقاتنا النفسية. انا لما بتكلم انا كراجل بتاع تحليل نفسي، بتكلم عن الامور النفسية، ولكن اللي بينظمها القوانين الخارجية اللي احنا بنتكلم عنها حضرتك. انا حضرتك بعد ما حضرتك طبيعي جدا جدا ان لا أنا ما هو حزب. مش شرط اولا يكون لازم اكون متقبلك. بيرفضوا القانون، يعني هقول لحضرتك حاجة في اوروبا ممكن الراجل والست في الشارع ماشيين بيبوسوا بعض، تمام، هم عاداتهم بتاعهم ده، تقاليدهم، حدودهم تسمح بده، والدوله هنا ما بتجرمش ده، ولكن ده ضد حدودي انا كشخص، وبالتالي برضو انا مش هسيطر عليهم، يبقى انا هنسحب من المكان. هنا بقى ده فكر مجتمعي حد القوانين خاص بالدوله اللي انا رحتها. اوكي، فلابد علي لابد عندي لابد ان انا اتقبل الفكر اللي انا رحت ليه، انا اللي رايح لهم، انا فرد رايح مجتمع مختلف، مجتمع اوروبي غير المجتمع العربي، فاكيد في العلاقات هناك مختلفه، الطبيعه هناك مختلفه، هم بيتقبلوا اشياء انا مش هتقبلها، لكني لازم اتقبلها عشان خاطر في حاجه اسمها التعايش. يبقى احنا هنا بنقول ان بيحصل ساعات خلط ما بين حدودنا وما بين حدود الشخص اللي قدامنا، بيبقى في خيط رفيع كده، ساعات بنجور على حدود اللي قدامنا، يعني زي ايه، انا اقول لا بس هو ما يقولش. الحدود دي ليها شروط. يعني انا النهارده دلوقتي حضرتك في دلوقتي قاعد مع سعادتك، مش ممكن يبقى في تداخل في الحدود من غير ما اكون انا متقبل ده وانت متقبله ده.
لازم يكون في شروط. يعني في علاقات مثلا لازم نوعية معينة من العلاقات تكون سيدة، واخد بال حضرتك؟ لازم يكون في تقبل للآخر.